أسامة ساعد معكم، عندي 22 عام، بديت بحال كاع لي ماناجمنت الارتستيك اللي بداو، قريت عليها، خديت ديبلوم ماناجمنت بروجي، الحمد لله حنا غاديين كنبنيو في المستقبل ديالنا في هذا المجال. ماشي كنعتبر، انا عندي شواهد بانني اصبحت من اصغر المناجر في العالم العربي. خدمت مع بزاف، خدمت مع قادر جابوني، عادي ميلودي، سعيد مسكير، حسن المغربي، نزار ايديل، زينة داودية اللي كان مجالات التحية، حاتم عمور، ولي زارتيس بزاف. استفدت بانني ديما اول حاجه الا خدمتي مع شي واحد معروف ضروري غادي تستافد شي حاجه، وني استفدت معهم يعني خصني نكون منضبط وما نكونش ندير داكشي ديال خاويه في عامره، خصك تكون شي سكه وحده. اللي استفدت منهم انني ما خصنيش ندير كما قلت لك خاويه في عامره، خصك دير معهم تمشي معهم في طريق وحده، ونديباط ضروري من ديباط. الا بغيتي توصل شي حاجه خصك تكون كتحبها وخصك تكون مشي فيها مزيان، ما تمشي ما تبداش تخوي وتعمر كما قلت لك. انا راه من صغري كنحب هذا الدومين، وسي بور سا راني حطيت فيه الحمد لله، وان شاء الله مازال ربي نزيد ونعطيو فيها قدام ان شاء الله. وفي هذه الرساله مزيان ملي جبتي لي هذه النقطه، راه نبغي نوجه رساله للاخ والاستاذ المحترم ناصري محمد، شركه الانتاج موغادرو اديسيون، والاخ كمال طاني، سفير التراث الشعبي في مدينه اوروبا فرنسا. تواصلت معهم بطريقه هاد الناس اللي قلت لك دابا، جبت لك كمال طلياني واستاذ الناصري محمد. كاينين لي استراتيجي كيما الا بغيت تخدم شي حاجه مليحه وتعطي فيها اكثر اوبليجي دير استراتيجي ديالك في حياتك، وانا درت الحمد لله استراتيجي بوغ نزيد بها لقدام. اكيد ضروري في البدايه ضروري غتلقى هاد المشاكل، والحمد لله بيهم ولا بلا بيهم حنا زدنا لقدام ومشينا سير تطوان. لقينا معاهم صعوبات، واحد مغني ما نذكرش الاسم ديالو اكس بغا يتابعني غذائيا، وتابعته الحمد لله ونجحت موراه. الاول بيدجي خديته هو شي 10000 درهم اقل بيدجي هذا اللي خديته، والحمد لله وزدت، كل ما زدت بديت كناخذ اكثر. دابا 50000 درهم خديتها هذه دابا دوج جوغ. الفنان اللي خدمت معاه بيدجي طالع كمال طلياني، سفير التراث الشعبي. لا قادر جابوني اوبليجي انك تعطي اكثر معاه، لانه فنان معروف واخويا وماشي صاحبي، لا هو لا حسين برقرنا لا ابراهيم بن حوا، وكاع ونجينا راه كاع ليكيب ديالنا الحمد لله، هكا خدمنا معاهم وخدينا بيجي صح الحمد لله. اوبليجي غتنفعل باش حنا ماشي راه ما كندويش على راسنا، دابا حنا صحاب وخوت وداك الشيء، ولكن حنا قبل الجمهور اوبليجي خصك تنفعل وتبحث على هادي ودير هادي باش يلا تخرج واحد برودوي تعطيه للجمهور ديالك كيف راح به. كيما خرجنا دابا الاغنيه ديال حشمات كدنيا ديال الاخ قادر جابوني عبد القادر الهباوي، خرجنا ليه الجديد ديالو، وباقي ان شاء الله جايه واحده اخرى ان شاء الله. كتصورت في مصر ان شاء الله، غتكون عاوتاني شي حاجه طوب احسن من هذه عاوتاني ان شاء الله. حنا دابا الحمد لله تحت ماتك الدنيا راه دارت بوم، ماشي غير في المغرب، دارت في كاع البلدان العربيه، وحنا هذه عاوتاني الاغنيه ان شاء الله كنطحمحوا باش نزيدوا نعطيو اكثر ان شاء الله. سعد مجرد اخ وصديق ديالي وقارب من العائله، ان شاء الله كنا غنتعاملوا، وملي وقع لي واحد المشكل ما تمكنش لينا ربي باش نتعاملوا معاه، ولكن ان شاء الله كيف غيدخل المغرب ان شاء الله، راه قريب ان شاء الله يدخل المغرب، اكيد غنتعامل معاه ان شاء الله. نبغي نوجه رساله لكاع جمهوري اللي بغيني، ونقول لهم احلى فان عندي، نموت عليكم، وان شاء الله تسنوني في لي فيستيفال سيرتو ان شاء الله لو 4 و 5 و 6 في ان شاء الله في تيميطار، غادي نتلاقاو نديرو حيحه امبيونس ان شاء الله بيان سور مع اخوكم مناجر اسامه سعود. يحييكم لا كازاوي بور، علاش لا فوا ديالي راه تسمع بحال هكا؟ نتعامل بزاف مع الجزائر، وعندي جمهور سيغتو في الجزائر وتونس، واللي كنتمنى لهم ان شاء الله الرباح، ويكونوا انتوما ان شاء الله يمثلوا ان شاء الله في الكاف مزيان ان شاء الله.